بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ النهارده هناخد التطبيق العمل التاني على جافا سكريبت والسي اس اس والاتش تي ام ال، طبعا الجزء التاني من دوره الويب ديفلوبمنت، واللي هنعمل فيها او هنبتدي نعمل فيها مشروع لعبه جدول الضرب. اول حاجه طبعا ان احنا محتاجين ان احنا نعمل فولدر على سطح المكتب. هنيجي على سطح المكتب عندنا هنا، وهنعمل كليك يمين ونختار جديد ونختار فولدر، وفي الفولدر دوت هنسميه اور جيم. اور جيم، تمام كده. وبعدين هنخش جوه الفولدر دوت، هنفتحه دبل كليك عليه، وهنعمل كليك يمين ونختار جديد ونختار مجلد، وهنعمل مجلد جافا سكريبت. جافا سكريبت هنعمل مجلد تاني كمان للسي اس اس، هنعمل مجلد كمان للايمجز، تمام كده. عملنا 3 مجلدات، يبقى احنا كده عملنا الويب سايت بتاعنا. هنيجي في دريم ويفر هنا وهنختار السايتس وهنختار المانيج سايت، وهنضغط على علامة نيو سايت اللي هي دي، ونختار السايت بتاعنا وهنكون اور جيم. اور جيم، وهنختار المكان بتاعه على سطح المكتب عشان يقدر يابديت الحاجات ديت. شوف هنا الاور جيم اهي، سيلكت فولدر، تمام كده. وبعد كده هنختار الادفانس سيتنجز اللي هي ديت، وهنختار الايمج فولدر اللي هو ده، سيلكت فولدر، وبعد كده نقول ايه سيف. دلوقتي اصبح موجود عندي، وادي دون كده، اصبح عندي الاستراكشر بتاع الويب سايت موجود، واتعرف على دريم ويفر بحيث ان احنا لما نيجي نعمل اي فايل هيترمي على طول مباشره فين؟ في المكان دوت. ولو عملنا ايميجز او استخدمنا ايميجز هيتحط فين؟ في المكان دوت. طيب دي اول خطوه اللي احنا عملنا الاستراكشر بتاع الويب سايت. تاني خطوه هنبتدي نعمل الصفحه الرئيسيه بتاعه الويب سايت بتاعتنا، وهنسميها index.html. هنيجي هنا في الفايل وهنختار نيو، ومن النيو هنختار html وهنسميها لعبه جدول الضرب. لعبة جدول الضرب كرييت، وهنسيف الفايل ده فايل، وهنعمل له سيف، وهنسميه اندكس ان اندكس دوت اتش تي ام ال، تمام كده. اصبح عند الملف اللي هو الاندكس دوت اتش تي ام ال اللي هو موجود، تمام. ده هو الملف بتاعنا. طيب هنخلي الاتجاه بتاعنا عربي، هنيجي هنا ونخلي الداير، اختار داير ار تي ال، ار تي ال، تمام كده. وهنختار اللانج، نخلي ايه اي ار، دي اول حاجه، تمام كده. واضغط كنترول واس. طيب تاني حاجه هنعمل حاجه اسمها ميتا تاني هنا، اللي هي خاصه بالفيو بورت. وفي الميتا اول حاجه هنعمل النيم، وفي النيم هنخليه فيو بورت بالشكل دوت. وبعد كده هنعمل الكونتنت، كونتنت، والكونتنت هنكتب فيه اول حاجه الويتس بتساوي الديفايس ويتس، الويتس سيساوي الديفايس شرطه ويتس ويتس. وبعد كده فاصله، هنعمل الانيشال سكيل، انيشال سكيل، سكيل هنخليه يساوي 1، يساوي 1. وبعد كده فاصله، وبعد كده هنعمل اليوزر سكيلابل، يوزر داش سكيلابل، اليوزر سكيلابل هنخليه يساوي يس، يس بهذا الشكل. يبقى عندي اول حاجه النيم، هيبقى عندي الفي بورت، الكونتنت ويتس، الويتس بتاعه هيساوي ويتس بيساوي ويتس ديفايس، والنيشال سكيل بيساوي 1، واليوزر سكيلابل هنخليه هنخليه يس، تمام كده. ده الميتا تاج بتاعنا، وهنقفل ايه الميتا كنترول اس، تمام تمام طيب بعد عملنا الميتا تاج بتاعنا، هنعمل دلوقتي ملف الستايل شيت وهنربطه هنا. هنيجي هنا فايل، نختار نيو،
ونختار CSS فايل ونقول له كرييت، وبعد كده هنعمل فايل وهنعمل له سيف وهنسميه داخل السي اس اس هنسميه ستايل ستايل دوت سي اس اس ونقول له سيف. تمام، بعد كده هنيجي نربطه بال HTML هنا عن طريق جملة اللينك، ادي اللينك. تمام، وبعد اللينك هنختار ريليشن او ريل ستايل شيت ستايل شيت، وبعد الريليشن اللي هو الستايل شيت هنختار حاجة اسمها الاتشرف الاتشرف، وفي الاتشرف هنختار السي اس اس ستايل سي اس اس، وبعد كده هنختار التايب بتاعنا طيب تكست على سي اس اس بهذا ايه بهذا الشكل. كده احنا ربطنا ايه، ربطنا الملف دوت بملف الاندكس دوت شي دوت اتش تي ام ال. لو ضغطنا اف 12 ملف المفاتيح طبعا دي الصفحه الفاضيه وده التايتل بتاعها اللي هو لعبه جدول ايه جدول الضرب. تمام كده. طيب اول حاجه هنعملها يعني دلوقتي اللي هي هنعمل الخلفيه، عاوزين نعمل خلفيه بتدرج رمادي بتدرج ايه رمادي. هنيجي هنا في السي اس اس فايل وهنعمل نيو رول للاتش تي ام ال فايل بتاعنا HTML HTML كله على بعضه، وهنضغط كده قوسين عشان نعمل الرول. واول حاجه هنعملها ان الهايت بتاعنا يكون 100%، الهايت يكون نسبته 100% تندرق 100%. تمام، دي اول خطوه. الخطوه الثانيه هنعمل باك جراوند كلر، باك جراوند باك جراوند بس مش باك جراوند كلر عشان دي هنستخدم مع الراديال او نستخدم مع الراديال جريدينت راديال جريدينت. وفي الريدا جريدنت انا محتاج نوع الريدا جريدنت نخليه سيركل سيركل، ومحتاج كمان ان يكون عندي اللون اللي هو الداخلي واللون الخارجي. اللون الداخلي هيكون ابيض واللون الخارجي هيكون رمادي. سي 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 وضغط كنترول اس اروح على اتش تي ام ال ابص لقى الخلفيه رمادي. اف 12 هتبص تلاقي الخلفيه بتاعتك رمادي، هو مش باين ريدل قوي بس هو فيها ريدل جريدينت من هنا ابيض وطلع فوق ايه اللون الرمادي. دي الخلفيه بتاعت مين؟ بتاعت الصفحه بتاعتنا. بكده نكون خلصنا اول جزئيه النهارده في التدريب العملي. تمام كده، وان شاء الله هنكمل بعد كده الحلقات الجايه التصميم بتاع الجيم. اذا عجبك الفيديو تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل لي سبسكرايب داخل القناه عشان نوصل 10000 مشترك. وبشكر كل اللي عملوا سبسكرايب داخل القناه، الحمد لله وصلنا ل 2000 مشترك دلوقتي، ويا ريت نكمل لحد نوصل ل 10000 او مسهل. كان معكم مهندس مصطفى عبد القادر الزايدي من قناه مصطفى الزايدي للمحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله.